مشوار السينما يعتبر من مشاريع التسلية غير المكلفة بذهن كتار من اللبنانيين، إلى أي مدى بصح الكلام؟ لطالما كانت صلاة السينما بلبنان من أبرز وسائل التسلية والترفيه، أما الأسعار فاختلفت، وبعملية حسابية بسيطة بيتبين أنه تكلفة مشوار على السينما ما بتقل عن 25 ألف ليرة على الشخص الواحد. فبطاقة الدخول هي حوالي 12 ألف ليرة، علبة البشار 7000 ليرة، مشروب صودا 4000 ليرة أو أنينة مي 2000 ليرة، يعني مشاهدة 4 أفلام بالشهر بتكلف 15% من قيمة الحد الأدنى للأجور. نحن كأصحاب صالات سينما بنربح بالفيلم 55%، وكصاحب فيلم بيربح 45% من سعر البطاقة. كونسيشن يعني الباب كورن الباب هول كلهم بيروحوا لصاحب السينما، لأنه السينما عندها مصاريف. هالتكاليف حتى الساعة ما عم بتشكل عائق أمام حماس المواطن لارتياد صالة السينما. هلا مكلف أكيد، يعني مشوار سيني مع بوب كورن يعني مينيموم بتحطي 200 دولار. أكيد غالي، تقريبا بوب كورن جو قد الكارت. أنا كتير يعني بحب السينما، بحب أحضر موفيز وهيك، مرتين أو مرة بالشهر تقريبا. نحن 6 81,000 بس تيكت، تقريبا عم يطلع على الواحد شي 20 دولار مع البوب كورن والشوكليت ووتر. بروح كتير، بروح كل جمعة بدفع 20,000 كل جمعة. إذا كان معي حدا بدفع 50,000 وبس بتكون منيحة يعني مقبولة أحسن من غير شغلة. إذا بين ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، هل رح يقدر سوق السينما بلبنان يبقى صامد؟ إلى أمريكا، حيث وافق مجلس الشيوخ على تعيين جانيت يالن على رأس الاحتياطي الفيدرالي، ورح تصير بالأول من شباط أول امرأة بتدير البنك المركزي الأقوى بالعالم. وبإسبانيا، اتهم القضاء بنت الملك الأميرة كريستينا بالتهرب من الضرائب وغسل الأموال، وهذا رح يمهد الطريق لمحاكمة شخص من العائلة المالكة لأول مرة بالتاريخ الإسباني.